ما معنى إلى أقرب الأجلين في عقد الزواج؟ فحينما يحددون المهر يقولون مثلا معجله كذا ومؤجله كذا إلى أقرب الأجلين. طبعا في المهر لا يشترط أن يكون هناك معجل ومؤجل، يعني مؤخر مثل ما بنقول بالعامية، وإنما يمكن أن يكون المهر هو فقط معجل من دون مؤجل ومؤخر، ولكن مع ذلك يجوز أن يكون هناك مؤخر ومؤجل. هذا المؤجل يمكن أن يكتب مثلا معجله يعني يكون حالا الآن، معجله مثلا ليرة ذهبية، ومؤجله يمكن أن يكتب مؤجله 14 ليرة ذهبية إلى 20 عاما، بحيث يدفع بعد 20 عاما، بعد 10 سنوات ما في مشكلة، بعد سنة ما في مشكلة، ولكن الكثير يكتبون إلى أقرب الأجلين. إلى أقرب الأجلين المراد منها أنه إن حصل الطلاق لا سمح الله، فيكون هذا المهر المؤجل هو من حق المرأة. فإن كانت المسألة يعني بعد النقلة مثل ما بنقول، فبيطلع لها المهر بشكل كامل، المؤجل بشكل كامل. وإن كانت المسألة لا، افترضنا كان في خطوبة وما صار في زواج كامل، فبيطلع على نصف المهر. هذا بالنسبة إلى الأجل الأول. الأجل الثاني هو الموت. فإذا مات الزوج لا سمح الله، أو ماتت الزوجة لا سمح الله، إذا مات أحدهما هذا المهر يكون من حصة الزوجة. هلأ إذا مات الزوج المسألة واضحة أنه هي تأخذ المهر، وإذا ماتت الزوجة فإن ورثة الزوجة يأخذون المهر، يعني يكون من حصتها ولكن لورثتها. لذا باختصار أقرب الأجلين يعني إلى الطلاق أو موت أحد الزوجين لا سمح الله.